المؤتمر الثاني، المؤتمر الأول كان في عمان، حضر به ثلاث دول: العراق ولبنان والأردن. كيفية عملية التحول من الورق إلى الرقمي، طبعا دول سبقتنا في هذا المجال بسبب الحروب اللي مر بها البلد وتلف البنى التحتية اللي موجودة فيما يتعلق في مجال الاتصالات، لكن بوجود الخبرات العراقية والكفاءات اللي موجودة ممكن أن نلحق في هذا الركب اللي موجود. مطلوب من وزارة الاتصالات تهيئة بنى تحتية آمنة متكاملة بين كافة محافظات العراق عدا الإقليم. شرعنا في خطوات سريعة خلال الأشهر الماضية بمد الكيبل الأرضي بين المحافظات، وبالأحرى هو أيضا كان ممدود هذا الكيبل واحد بحدود 500 منزل و 500 ألف منزل في محافظات العراق كافة، و 150 ألف في منطقة في محافظة بغداد اللي هي جانبي الكرخ والرصافة. فعلناها منذ فترة قريبة جدا. أيضا هذا فيما يتعلق بالمواطنين، أيضا شرعنا بتنفيذ البنى التحتية لربط مؤسسات ودوائر الدولة عن طريق بنى تحتية تسمى الالتي. لدينا خطة للمحافظات اللي تضررت، بدأنا بمحافظة الأنبار، فعلنا بحدود 5000 خط أرضي، ومن ثم التحول إلى محافظة نينوى، لأن أدرجتها من ضمن المناطق اللي منكوبة وطرحتها في البنك الدولي، وطلبنا دعم من مديرية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في البنك الدولي لهذه المحافظات. لدينا خطوات سريعة لإيصال الخدمة للمواطنين، ومن ثم مد الكيبل الضوئي لهذه المحافظة. نعم، مع الدوائر ومؤسسات الدولة شرعنا في هذا المشروع، لكن عندنا تحديات، وهذه التحديات إن شاء الله نتجاوزها خلال الأيام القادمة. احنا التعاون اليوم موجود 30 شركة أردنية لديها خبرات واسعة في مجال التكنولوجيا الرقمية والدفع الإلكتروني والاقتصاد الرقمي، نضعها تحت تصرف إخواننا في العراق. واضح الإرادة السياسية العليا في العراق نحو التحول الرقمي، يعني حضور معالي محافظ البنك المركزي ومعالي وزير الاتصالات يدل على رغبة واضحة وشديدة في العراق نحو التحول الرقمي، واحنا واجبنا نضع الخبرات اللي كسبناها عبر السنوات السابقة تحت تصرفهم. قال اليوم انه سيبدا توصيل الانترنت من خلال معبر طريبين الحدودي لتزويد العراق بساعات الانترنت الواسعه ان شاء الله من خلال الاردن. ينعقد هذا المنتدى اللي هو تحت عنوان منتدى التحول الرقمي للقطاع المالي في العراق، برعايه من محافظ البنك المركزي العراقي ووزير الاتصالات العراقي، وبمشاركه لوفد أردني يتكون من وزير الاتصالات ووزير التحول المالي في الأردن وجمعيات وشركات أردنية معنية بهذه التقنيات المصرفية الحديثة. المهم في هذا الموضوع هو اهتمام رابطة المصارف الخاصة العراقية بالتقنيات المصرفية الحديثة، انسجاما مع استراتيجية البنك المركزي العراقي والتي أحدثت ثورة تقنية خلال الثلاث سنوات الماضية في أنظمة الدفع الإلكتروني وفي أنظمة المدفوعات وفي المقسم الوطني، مما شكل خطوة متطورة ومتقدمة أدت إلى الارتفاع بنسبة الشمول المالي من 11% إلى 23% وفقا لتقرير البنك الدولي الأخير. استراتيجية البنك المركزي في هذا المجال الحقيقة، والتي محددة بأهداف أساسية وأهداف فرعية، لم تبدأ في محافظة وإنما بدأت في كل المحافظات بمستوى واحد، لأنه البنك المركزي العراقي هو مسؤول عن السياسة النقدية، وأدوات السياسة النقدية يجب أن تطبق بمستوى واحد وفقا لاستراتيجية البنك المركزي في جميع محافظات العراق.